همس المحاصرة، حي جورة الشياح، 2/12/2013. آثار الدمار الهائل بسبب القصف العشوائي من قبل عصابات الأسد على أحياء حمص المحاصرة. دمار هائل سببه القصف العشوائي من قبل عصابات الأسد على أحياء حمص المحاصرة بعدما يقارب 555 يوم على حصار أحياء الثورة في مدينة حمص. 2/12/2013، حمص المحاصرة، حي جورة الشياح.